السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق، طلاب الصف التاسع. اليوم بحصة الثقافة المالية رح نبدأ بالوحدة الثانية من الفصل الثاني، وحدة التجارة الإلكترونية، ومع الدرس الأول نشأة التجارة الإلكترونية. تعد يا التاسع شبكة الإنترنت أحد أهم اختراعات هذا العصر، لأنها استطاعت الربط بين دول العالم حتى بدأ أشبه بقرية صغيرة، وأصبحنا نعيش في عالم لا تفصل بين أنحائه أي حدود جغرافية. ونظراً للتطورات الهائلة في هذا العالم، عالم الإنترنت والتكنولوجيا، شهد العالم في الآونة الأخيرة اهتمام متزايد بالتجارة الإلكترونية، بحيث تم استخدام شبكة الإنترنت يا تاسع كوسيط لاستكمال أعمال التجارة بشكلها الحديث المعاصر. وأصبحت التجارة الإلكترونية واقع ملموس في ظل البيئة الحالية. فخلينا نعرف مع بعض مفهوم التجارة وتطورها، وأيضا أهميتها والمعوقات اللي ممكن تتعرض لها. التجارة الإلكترونية يا تاسع هي مجموعة متكاملة من عمليات البيع والشراء والتسويق للمنتجات والخدمات عن طريق شبكة الإنترنت. إذن هي نفس عملية البيع، فيها نفس عملية بدي أشتري أو بدي أبيع، بس هي بتكون مختصة أو نقوم بها عن طريق شبكة الإنترنت. إذن عمليات بيع وشراء، بسوق لمنتجاتي لخدماتي بس عن طريق شبكة الإنترنت. تطور التجارة الإلكترونية يا تاسع، بدأ نشاط التجارة الإلكترونية بدايته كانت بالتعاملات المالية أو التعاملات الإلكترونية للأموال بين المؤسسات التجارية الكبيرة. يعني بعض المؤسسات كان في بينهم تبادل للأموال عن طريق التحويلات الإلكترونية، بعدين أصبح يشمل تبادل البيانات بين الشركات كمان. بعديها انتشر النوع التجارة الإلكترونية وتوسع نطاقه لحتى أصبح يشمل عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات المتنوعة. والتجارة الإلكترونية يا تاسع تعتبر جزء من الأعمال الإلكترونية يعني عندنا أعمال إلكترونية جزء منها هي التجارة الإلكترونية. طب فالمقصود يا تاسع بالأعمال الإلكترونية؟ أحسنتم، الأعمال الإلكترونية هي كافة الأنشطة التجارية اللي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت والاتصالات وغيرها. إذن أي نشاط تجاري بنستخدم فيه التكنولوجيا والنت والإنترنت والاتصالات، هاي يا تاسع تسمى أعمال إلكترونية. من الأمثلة عليها حكينا التجارة الإلكترونية، وفي أيضا عندنا خدمة الزبائن، كمان التعاون مع الشركاء، تلات العمل على إنجاز المعاملات الإلكترونية. مثلا هلأ يا تاسع لما بدنا نعمل عدم محكومية بيطلبوها مثلا للشغل، بيطلبوها لما واحد يقدم على شغل بشركات بالمدارس بيطلبوا منه عدم محكومية. زمان كنا نضطر نروح على المحكمة ونقدم على معاملة ونستنى لتطلع وندخل نعملها، هلأ لا، أمرها سهل، عن طريق موقع للحكومة بنقدم المعاملة، بيبعتوا لنا رقم حساب بنودع فيه النقود اللي هي رسوم المعاملة، بعدين بيبعثوا لنا إياها، كلها تمت عن طريق الإنترنت. إذن هاي أعمال إلكترونية تابعة للحكومة. طيب التجارة الإلكترونية أسهمت بفاعلية يا تاسع في العمل التجاري، بحيث إنها بتروج للمنتجات وتوصلها لأكبر شريحة ممكن من العملاء والزبائن. يعني مثلا بدل ما كان للمنطقة واحد فاتح محل يروج لمنتجاته بس بالمنطقة اللي هو فيها، هلأ عن طريق الإنترنت والتجارة الإلكترونية بقدر يوصلها لأكبر شريحة ممكنة من الزبائن. تنين، الانفتاح على الأسواق العالمية، صار عندنا انفتاح في، نشوف الأسواق العالمية شو عندهم منتجات،
عشان نحاول نطور من منتجاتنا. 3 توفير الوقت والكلفة نتيجة استخدام الوسائل التكنولوجية الإلكترونية. زمان لما كنت بدي وقت لأعمل الإعلانات بدنا كلفة كبيرة إلهم، هلأ لا، كله باستخدام التكنولوجيا والإنترنت بصير سهل. طيب خلينا نشوف فوائد التجارة الإلكترونية. عنا فوائد راجعة للبائع، فوائد للمشتري، فوائد للمجتمع. نبلش مع أول شيء فوائد التجارة الإلكترونية للبائع. 1 التسويق الواسع والأرباح الوفيرة، وذلك لأنه تسويق المنتجات يستمر على مدار العام ويصل إلى مختلف أنحاء العالم. زي ما قلنا هو صار مش بس للمنطقة اللي عنده، صار يوصل لأنحاء العالم كلها، فهيك صار تسويقه واسع وهذا بدر عليه زبائن أكثر. 2 تقليل التكاليف، لأنه كلفة إنشاء موقع إلكتروني وصيانته قليلة يا 9 أما كلفة اني انا اعمل تسويق واعلانات واصير مثلا بدي اوزع من المنتجات اللي عندي، انا هيك دفعت كلفة كبيرة. اما لما يكون عن طريق الانترنت هو قلل التكلفة عليه. 3 التواصل الفاعل مع الشركاء والعملاء، وذلك انه انفتاح قنوات التواصل العالمي الالكترونية وفر طريقة فاعلة لحتى يتبادل البائع معلوماته مع الشركاء المختلفين وايضا يتواصل معهم بكل سهولة. هلأ بدنا نحكي عن فوائد التجارة الإلكترونية للمشتري. أنا كمشتري شو فادتني التجارة الإلكترونية يا 9 1 توفير الوقت والجهد، وفرت علي وقت وجهد لأنه خدمة التجارة الإلكترونية موجودة على مدار الساعة، وشراء أحد المنتجات إلكترونيا ما بيتطلب مني إلا أني أفتح على اسم المنتج عن طريق الإنترنت وأضغط على الشكل وبحدد كيف بدي أدفع لهاي الجهة وأشتري المنتج. أما زمان كنت بدي وقت لأنزل على السوق، ألف في المحلات، ألاقي القطعة المناسبة اللي بدي إياها. 2 حرية الاختيار، بإمكاني أطلع على أسواق مختلفة، أقارن بين منتجاتهم بين أسعارهم وبختار أفضلها لإلي. 3 خفض الأسعار، السلع الإلكترونية بتكون منخفضة الأسعار مقارنة بسلع المتاجر التقليدية. ليه؟ لأنه المتاجر التقليدية يا 9 عليها تكاليف كتير، مثلا عليها أجار محل، عليها نقل للبضاعة. أما الإلكترونية ما عندهم مثلا أجار محل فتكاليفهم قليلة، فبالتالي بتكون الزيادة اللي موجودة على المنتجات أقل من الزيادة الموجودة على المنتجات لما تكون بالطريقة التقليدية، لهيك تكون أسعارها منخفضة بالنسبة للمشتري. 4 نيل الرضا المستخدم، شبكة الانترنت بتوفر خدمة التواصل الفعال مع الزبائن، فتعتمد شركات السوق الإلكترونية إلى الإفادة من هاي الخدمات في الإجابة عن استفسارات الزبائن على نحو سريع، بلبي حاجاتهم موفر لهم المنتجات المطلوبة بصورة أقلم مع رضاهم. مثلا بيكونوا كاتبين إنه أنت شو المواصفات اللي بدك إياها للمنتج، أنت بتحطهم وبيعطوك المنتج اللي أنت بدك إياه، لهيك بيحصلوا على رضا المشتري. 3 ناس بيستفيدوا أو تالت فئة بتستفيد من التجارة الإلكترونية هي المجتمع. وخلينا نشوف فوائد التجارة الإلكترونية للمجتمع. 1 التقليل من الازدحام والضوضاء، لأنه أصبح بمقدورنا الاطلاع على المنتجات وإحنا في بيتنا وما بنحتاج لأنه ننتقل من مكان لمكان أو نسافر، مما يخفف الازدحام السيارات وبيخفف الضوضاء وبيحد من التوتر لأنه قللنا من استخدام السيارات والدخان الناتج عنهم. 2 تحسين مستوى المعيشة، لأنها بتوفر لمنتجات أقل وأسعار وتكاليف أقل. لكن في عنا معوقات تعترض التجارة الإلكترونية. من هاي المعوقات 1 ضعف إمكانات الأفراد المالية، فرض رسوم على الاتصال بشبكة الإنترنت فضلا عن عدم قدرة بعض الأشخاص على شراء جهاز الحاسوب. مثلا الإنترنت بيكون عليه رسوم، ممكن ناس ما يكونوا يقدروا يدفعوا رسومه، ممكن ناس ما عندهم جهاز حاسوب ليقدروا يدخلوا المواقع التجارية الإلكترونية. 2 افتقار بعض الأفراد إلى المهارات اللازمة لاستخدام شبكة الإنترنت وتصفح المواقع الإلكترونية، هذا بيقلل من فرصة دخولهم الأسواق الإلكترونية ولا بيعطيهم إتمام معاملاتهم التجارية. إذا لما يكونوا ما بيعرفوا يستخدموا شبكة الإنترنت هم هيك ما رح يستفيدوا من التجارة الإلكترونية لأنهم ما رح يقدروا يفتحوا على المواقع.
الثلاثة، عدم القدرة على مواكبة التطورات والمستجدات في عالم التكنولوجيا والإنترنت وبرمجيات التجارة الإلكترونية. العالم التكنولوجيا بيتطور بشكل كبير وسريع، ممكن ما يكون عندنا القدرة إنه إحنا نمشي مع هذا التطور. 4. افتقاد بعض الزبائن للعادات والتقاليد والسلوكات المتعلقة بعمليات البيع والشراء. في ناس بحبوا انهم يستمتعوا وهم يتسوقوا، بحبوا يتعاملوا مع البائع وجها لوجه، ممكن ناس بتحب تلمس السلعة ويعاينوها قبل الشراء. هاي الاشياء كلها مش موجودة بالتجارة الالكترونية، لهيك كتير ناس بفضلوا التجارة التقليدية عليها. 5. عدم ثقة الأفراد بالخدمات الإلكترونية، لأنه ممكن هذا البائع هو ما بيعرفه، بيخاف أنه يدفع وبالآخر تطلع ما يتوصل البضاعة، أو ممكن البضاعة تكون مش مثل ما هي معروضة بالصورة. 6. تزايد حالات النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية باستخدام الإنترنت، مما أدى إلى نفور الكثير منها. ظهرت كثير حالات نصب، يعرضوا منتجات بس يأخذوا النقود ويطلع الموقع وهمي، ممكن يسحبوا نقودك وما يكون معهم أصلا ولا يكون لهم إبداعة. لهيك الناس أصبحت تنفر من التجارة الإلكترونية. لهون يا تاسعة انتهى درس اليوم، وشوفكم إن شاء الله الحصة القادمة.